السلام عليكم. عطني رايك يا طويل العمر في البطوله. والله هاي شيء ممتاز اللي صاير 3-3 هالعدد. اصلا انا واحد من وايد مؤيدين 3-3. ليش؟ لان اللاعب يلعب على راحته بدون ضغط المدرب، بدون اي ريجوليشن مع الخطأ ما خطأ، اتس فري. وثاني شيء وايد حلو، اللاعبين مو بالأندية اللي يلعبون، كل برا وكل الأجناس كل اللي موجودين في البحرين، أمانة وايد شيء حلو. وهذه هاي يعني يكون كل الشكر حق ريد بول، حق الهوبر، الاتحاد البحريني. يعني it's beautiful things، يعني وايد شيء حلو صاير. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الأجواء جدا حلوة. أنا جيت تفاجأت إنه يكون عدد هالقد لعيبة بعد يلعبون، ونشكر ريد بول إنه قدر يجمع العدد من الفرق عشان يلعبون 3-3. وشيء ثاني اللي أنا يعني بغيت أقوله، من أول ما حصلنا تعليمات من سمو الشيخ عيسى بن علي رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة على موافقته ان يكون شراكه بيني وبين ريد بول وهوبر لنقيم هالبطوله او اقام هالبطوله، سمو الشيخ اكد لنا راح ندعموا الجماعه وحاولوا تساندونهم توفرون لهم كل شيء اللي هم محتاجينه. في الاخير نشكر كل اللي تعاونوا مع ريد بول، خصوص الاعلاميين، في زخم اعلامي اشوف كبير، الله يوفقكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية هاي البطولة من البطولات 3-3 المتميزة، بدعم كبير من سمو الشيخ عيسى بن علي رئيس الاتحاد اللي يولي اهتمام كبير إلى القطاع السلاوي في هذه البطولة. البطولة استضافت اللاعبين اللي غير ملتمين للأندية الوطنية بما يعطيهم الفرصة للمشاركة في الانخراط وإثبات نفسهم خلال هاي المشاركة. البطولة تميزت أيضا بمشاركة فرق كبيرة بعدد مباريات 196 مباراة، وإن شاء الله اليوم اللي ابتدت واليوم تنختم بتعاون كبير ما بين اتحاد السلة وشركة ريد بول. فنتمنى إلى جميع الفرق التوفيق، ونشكر سعادة سمو الشيخ عيسى على اهتمامه الكبير ودعمه الكبير لا محدود للعبة كرة السلة البحرينية. صراحة حماس كان من أول بنين لحد الحين ما قعدنا، حتى في الفرق 10 دقائق ما كفتنا صراحة. يعني بوم بوم بوم، أربع ملاعب، تصور عندنا 24 فريق زين، أربع ملاعب، 12 حكم، يعني تقريبا اليوم المفترض عندنا 193 مباراة تلعب في 1690 دقيقة. ومو واقفين خلاص، يعني لا 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 لا، يعني هم كلش ما شاء الله. هم قالوا الى الساعة 9 بس ما اظن انه يخلص الساعة 9. خلينا نشوف. ما ادري. خلينا نشوف. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك، سلمك الله. تسلم يا الله. والله اللي اشوفه انه من افضل البطولات تنظيما. يعني احنا نظمنا من قبل في 3-3 خارجية يعني برا، فلا شوف ان الصراحة تنظيم عالي. والله الصراحة يعني البطولة من انجح البطولات، يعني انا دائما مع 3-3. يعني الجماعة منظمين مرتبين، عندهم جروب يشتغلون، احنا بس جينا هنا تقدر تقول بس قاعدين صراحة نشرف. جماعة يعني اشوف ان عندهم تيم قاعد يشتغل ما عليهم يعني قصور صراحة. يعني أشوف أن من أنجح البطولات اللي نظمناها صراحة، يعني ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله.